سبق في محاضرة سابقة احنا اتكلمنا على كيفية تعالج القضية أمام المحاكم الجنائية، كيفية القراءة ومن أين تبدأ القراءة، وكيفية استخراج الدفاع والدفوع من أوراق القضية. فاحنا اتكلمنا بصفة العموم في محاضرة سابقة، والنهاردة احنا هنتكلم كيفية معالجة قضايا المخدرات. وأنا بدأت بقضية المخدرات لأنها الزملاء الشباب لما بيجي لهم قضية في بداية حياتهم بتبقى قضايا المخدرات، أما قضايا القتل فبيبقوا أصحاب القضايا بيروحوا للأساتذة اللي ليهم تاريخ وليهم سابق مرافعات وسابق تعامل في قضايا القتل حضراتكم. فعشان كده أنا اهتميت إن إحنا نتكلم النهاردة لما جيلك قضية مخدرات كيف تتعامل معها من أول قراءتها لغاية استخراج الدفاع لغاية المرافعة أمام محكمة الجنايات. وأنا بتكلم دايماً أقول إن أنا ببدأ في الجناية ليه؟ لأن الجناية أكتر من الجنحة، فإذا وصل إلى علمك كيفية إجراءات معالجة الجناية أصبحت الجنحة بالنسبة لك سهلة، لكن لو أنا هتكلم على الجنحة هتبقى الجناية بالنسبة لك أصعب. وعشان كده أنا هبدأ معاكم في قضية الجناية وخاصة قضية جناية المخدرات. زملائي الأعزاء، في بعض زملائي اللي حضروا النهاردة حضروا معايا كيفية معالجة قضية المخدرات قدام محكمة الجنايات، يعني معلش يستسمحوا لي عشان العدد الكبير ما خدش وما حضرش قضية المخدرات معايا. زملائي الأعزاء، سبق وقلت لحضراتكم لما بتكلم عن المحامي بتكلم عن المحامي الناجح قدام محكمة الجنايات، مش أي حد، يعني قدام محكمة الجنايات أنا ببص ألاقي بعض زملائنا الشباب في منتهى النجاح بيترافعوا وكأنهم بيقرأوا من كتاب، فالأمر ده ما بيرجعش للسن، أصل الأستاذ ده شاطر عشان سنه 60 سنة أو 65 سنة، لا، في شباب بيتفوقوا عن شيوخ المحامين بالقراءة والبحث والفهم ومداومة الاطلاع، هو بيتفوق على شيخ المحامين اللي هو بيعتمد على إنه القضية اللي قدامه بتاع النهاردة ما جه الأسبوع اللي فات زيها، فخلاص نفس اللي قاله في الأسبوع اللي فات هيقوله في القضية دي، وعشان كده الشباب هو اللي بينجح. أمر آخر أنا دايماً يعني أركز عليه، مفيش عندي فرق بين المحامي إذا كان ولد أو بنت، عندي محاميات بيتفوقوا الشباب، ما فيش حاجة اسمها أصل البنات بيبقى لا. وأنا متخرج من مكتبي بنت أستاذة محامية من أشهر محاميات مصر في الجنايات، فأنا عاوز يوصل لكم هذا الأمر، إن مش الأمر، الأمر هو إيه؟ إنك تاخد بأسباب النجاح في القضية اللي تجيلك. أسباب النجاح هو إيه؟ القراءة والبحث للقضية، القراءة، قراءة يعني إيه؟ يعني تقرأ القضية وتقرأ للقضية، والبحث إنك تبحث، يعني إذا جت قضية قدامك مخدرات في الإتجار مثلا تشوف الإتجار، ابحث في الإتجار، الإتجار شروطه إيه؟ لكن تقرأ ملف القضية ما يكفيش، إحنا كنا نقرأ ملف القضية
وبعدين نقرا القضيه، نشوف كتب المخدرات اللي اتكلمت فيها ونقرا لها. وبرضو اقول حاجه تانية، مش لازم كل حاجه ان انا اقرا قانون، لا، الادبيات اقراها، اقرا لتوفيق الحكيم، اقرا نجيب محفوظ، اقرا يحيى حقي، اقرا كل الادبيات بتاع الكتب. لاني انا بقول دايما مقوله في كل محاضره، رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. لانك لو قريت نجيب محفوظ وهو بيشرح الحاره والبياعين وفلانه وعلانه، بيصورك، بينقلك الى المكان اللي بيحكي عنه بدون ما انت تتنقل للمكان، بس من خلال القراءه. انت مطلوب منك قدام القاضي لما تكون عندك قضيه قتل على الزراعيه مثلا، لازم تنقل المحكمه بالقراءه، ولازم تنقل المحكمه بالتصور، ولن يتاتى لك ذلك الا اذا اطلعت على الادبيات وعرفت التصور يبقى ازاي. زملائي الاعزاء، احنا قلنا قبل كده ان من شروط المحامي الناجح ان يداوم على القراءه، ان يكون قوي الكلمه، وقوي الكلمه مش هي الصراخ، وان صوته يبقى عالي، لا، اذا تكلم سمعه الناس جميعا، واذا تحدث فهمه كل من في قاعه المحكمه. لازم كلامك يبقى واضح، لازم تبقى واقف على ارض صلبه، ولن يتاتى لك ذلك الا بالاطلاع. احنا حتى اليوم بعد اكتر من 40 سنه، لما بتجينا قضيه بنقراها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، حتى اصبح انني لا يعنيني ان انا اجي قدام المحكمه وافضل اقرا من ورق، ما اقراش ورق، خلاص 5 قراءات خلاص بتبقى الامور بالنسبه لي محفوظه. حتى المتهم ببقى حافظه اسم رباعي، والشهود حافظهم اسمائهم ثلاثيه، كل حاجه خلاص، لان القراءه هي هو ده النجاح في القراءه. حضراتكم لكل قضيه دفاع معين، ولكل جنايه دفاع مخصص ليها. يعني الدفاع لقضايا المخدرات يختلف عن الدفاع في قضايا القتل العمد، وكذلك الدفوع في قضايا القتل العمد تختلف عن الدفوع في قضايا الرشوة، اللي نستخدمه هنا ما نستخدموش هنا. وعشان كده الدفوع اللي هقولها لحضراتكم ديت، انت هتستخدمها بعد 10 و15 سنة، مش هتغيرها، لأنك لن تخرج قضية الإتجار في المخدرات عن الدفوع اللي أقول لك عليها. ودايماً أنا أقول إن زملائنا اللي حضروا لينا محاضرات بيكلموني، يقول لي أنا حضرت مع حضرتك محاضرة من 10 سنين، بس أنا عاوز النقطة الفلانية في الجناية الفلانية. إحنا ما بنتعبش من اتصال زملائنا بينا، لأن إحنا اللي اتحرمنا منه مش عاوزين نحرمهم منه، بنفضل نقول لهم ونفضل معاهم لغاية ما يترفعوا قدام المحكمة، وأقول له بقى طمني عملت إيه والحكم صدر بإيه. الدفوع والدفاع الواجب في قضايا الإتجار في المواد المخدرة. وأنا يعني أنا بستسمحكم ان انا هعيد الامر مره واثنين عشان اللي بيكتبوا ورايا يبقى ما يفوتش منهم حاجه. الدفع الاول، بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور اذن النيابه العامه لعدم جديه التحريات أو لعدم وجود جريمة بين قوسين جناية أو جنحة،
قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، تبرر صدور بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولعدم وجود جريمة بين قوسين جناية أو جنح، تبرر قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. الدفع الثاني بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة، مش بطلان صدور بقى، لبطلان إذن النيابة العامة لصدور الإذن من غير مختص ولصدور الإذن بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولصدور الإذن بعد القبض على المتهم. يبقى بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص ولصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ولصدوره بعد القبض على المتهم. الدفع الثالث بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض والتفتيش رابعا بطلان القبض والتفتيش لعدم معقولية تصور الواقع بحسب التصوير الوارد بمحضر الضبط أو لشيوع التهمة يعني بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض والتفتيش أو لشيوع التهمة. زملائي الأعزاء، نبدأ في الدفع الأولاني. حضراتكم أول، عشان إحنا قلنا قبل كده في محاضرة سابقة، عشان تبدأ جات لك قضية إتجار في المخدرات تقراها منين؟ يعني تبدأ قراءة الملف في القضية إزاي؟ منين؟ يجب أن تبدأ قراءة ملف الجناية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. يعني إيه بحسب التسلسل التاريخي للأحداث؟ حضراتكم تبدأ قراءة ملف الجناية عشان فيها اختلاف كتير قوي بين زملائنا، لكن من الواقع العملي اتعلمنا اني ابدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. يعني اشوف اول ورقة اتكتبت في الجناية هي دي اللي ابدأ قراءتها.
وأول ورقة بتكتب في أي جناية، أول ورقة لما يجي ضابط المباحث عاوز يعمل جناية في إتجار مخدرات، أول ورقة بيكتبها ورقة اسمها محضر التحريات. حضراتكم يبقى أنا أبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث، وأول ورقة بتكتب في ملف الجناية هي محضر التحريات. يعني يجي الضابط مباحث يكتب: اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني بأن فلان الفلاني يتجر في المواد المخدرة، وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة في منزله لمقابلة وبيتخذ من مسكنه مكانا لمقابلة عملائه وللإتجار في المواد المخدرة، وعليه الناس يتوجه للسيد وكيل النيابة المختص لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن يحرر محضر بالإجراءات. دي أول ورقة بتكتب في أي جناية، مش مخدراته بس، لو في الرشوة. اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني، ويقول البلاغ عن الرشوة، كلام ده عن القتل. كأي جناية، أي ورقة بتكتب، أول ورقة بتكتب في أي جناية هي محضر التحرير. في الأقاليم منصورة والزقازيق أبص ألاقيهم بيبدأوا بمحضر الضبط الأول. لو جت في صفحة 5 ابدأها برضو بيها محضر التحريات. يبقى ليه؟ إنك هتلاقي نمرة 5 محضر التحريات هو أول تاريخ بيحرر في القضية. يبقى أول حاجة محضر التحريات. 2 إذن النيابة العامة، لأن محضر التحريات الضابط بياخده وبيروح رايح لوكيل النيابة يستصدر، استنى يا أخي الله يكرمك، يستصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص المتهم. بياخد الإذن عشان ينفذه، ده محضر الضبط. يبقى ثالث ورقة محضر الضبط. أنا بقول ثالث ورقة لأن ساعات محضر التحريات بيبقى 5-6 ورقات، ومحضر الضبط ساعات بيبقى 20-30 ورقة يعني. لكن أنا بقول أول ورقة يعني أول حاجة محضر التحريات، بعدين إذن النيابة العامة، بعدين محضر الضبط، بعدين تحقيقات النيابة العامة. سؤال المتهم، شهود الإثبات، شهود النفي، وإرسال المخدر أو المادة المضبوطة إلى المعمل الجنائي، ولو جت النتيجة سلبية بيحفظ الأوراق، جت النتيجة إيجابية إن المادة اللي راحت للمعمل وقال إن ديت مادة الحشيش المخدر بيكتب قرار اتهام، يبقى قرار اتهام هو الورقة اللي بعديهم، وبعدين بيودي الأوراق كلها إلى المحامي العام الذي له الحق وحده في إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات. ده المحامي العام أو المحامي العام الأول، هو الذي له الحق وحده بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات. بعد كده قائمة أدلة الثبوت الذي بتحتوي على الدليل الفني وشهادة الشهود ومذكرات ومذكرة النيابة. بعد كده أمر الإحالة. حضراتكم آدي الأوراق بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. زملائي الأعزاء، نمسك الدفع الأولاني في عجالة. كل حاجة أنا هقولها لكم، كل حاجة. يبقى أول حاجة محضر التحريات، إذن النيابة العامة، محضر الضبط، تحقيقات النيابة العامة، سماع شهود الإثبات والنفي،
إحالة المادة المخدرة إلى المعمل، تقرير المعمل الجنائي، إذا جت النتيجة إيجابية بيكتب قرار الاتهام، بحول الأوراق إلى المحامي العام لتحرير أمر بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات، وبعدين قائمة أدلة الثبوت. أدي أوراق ومحتوى ملف أي جناية بتتعرض على حضرتك. نرجع للدفع الأولاني اللي احنا بنقول بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. اللي بيعمل التحريات ده رئيس المباحث أو معاون المباحث، ما بيعملش تحريات غير هو. اللي بيحكم التحريات مادة اسمها المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية، وأخطر مواد أنت هتتعامل بيها قدام المحاكم المادة 21 والمادة 30 والمادة 34، دول أهم مواد أنت هتلاقيهم في كل مكان قدامك، لازم تطلعهم عشان تقدر تتعامل في القضية اللي قدامك. ثلاث مواد دول أخطر، هو طبعاً في مواد كتيرة لكن أخطر ثلاث مواد وأهمهم هم الثلاث مواد دي، المادة 21 والمادة 30 والمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. احنا الدفع الأولاني بنقوله بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة أو لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبلغ صدور الإذن. يعني إيه الدفع ده؟ يجب بعد إذنك، خليني أقول لزملائك بعد إذنك إيه معنى الكلام اللي أنا بقوله ده. سيد وكيل النيابة حتى يصدر إذن النيابة، جاله محضر التحريات، الضابط قال له يا فندم اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني بأن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة، وأنه يحوز كمية من المواد المخدرة في مسكنه، وأنه وبيتخذ من مسكنه مكانا لمقابلة عملائه والإتجار في المواد المخدرة. بعد إذنك اديني إذن للقبض على المخدرات وعلى المتهم. قبل ما يصدر الإذن وكيل النيابة لابد أنه يتحقق من توفر شرطين: أن هناك تحريات جدية، وأنه يوجد جريمة جناية أو جنح قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. لو حضرتك وكيل النيابة ما لقاش الشرطين دول ما يصدرش الإذن، لأنه لو صدر الإذن ومفيش تحريات جدية. وعشان كده أنتوا لما بتقفوا قدام المحكمة بتبقوا لازم تبقوا واخدين بالكم من الجزئية المهمة دي. وكيل النيابة عشان يصدر الإذن لابد أن يتأكد من توافر شرطي الإصدار: تحريات جدية، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. طيب لو أصدر الإذن ومع تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما يحصل إيه؟ أنت بتمسك هنا الدفع بتقول له يعني تخلف تحريات الجدية، ما كانش فيه تحريات وأصدر الإذن، هنا بينشأ الحق ليك بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، وكذلك بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. زي إيه؟ اللي هي الجريمة بقى، التحريات الجدية مش مهمة زي وجود الجريمة. اتصل المرشد السري بالضابط وقال له يا فندم بعد إذنك التاجر فلان الفلاني
اتفق مع واحد ان يجيب له مخدرات الساعة 6 بالليل. هو بيكلمه الساعة كام؟ الساعة 10 الصبح. قال له التاجر الفلاني على انه واحد هيجيب له مخدرات الساعة 6 بالليل، فبعد اذنك اديني اذن، اديني اذن عشان اضبط المتهم والمخدرات الساعة 6 بالليل. لو وكيل نيابة ما عندوش خبرة هيقول له نأذن للمقدم فلان الفلاني بضبط المخدر الذي سيتسلمه المتهم في تمام الساعة 6 مساء. لو أصدر الإذن وخد الإذن الضابط واستنى الساعة 6 لغاية ما جه المخدرات وقبض عليه، يبطل الإذن ويبطل القبض، وهنا يبقى بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن. لأنه لازم عند صدور الإذن لازم تكون الجريمة واقعة، لأنه لا يجوز أن يصدر الإذن لضبط جريمة مستقبلة حتى ولو تحقق وقوعها. قانون قال كده، قال حتى لو تحقق وكيل النيابة والضابط تحقق وقوع الجريمة في المستقبل ما يصدرش الإذن، لأن الإذن بيصدر لضبط جريمة وقع في الحال. وضحت الجزئية دي؟ ننتقل إلى أمر آخر. بعض زملائنا بيجوا قدام محكمة الجنايات ويروحوا جايين بطلان القبض والتفتيش، بطلب يا فندم أنا البراءة لبطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. بطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات أو لعدم وقود جريمة ده اسمهم بطلان صدور الإذن. تقول له كده بعد إذنك يا فندم أنا بطلب بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات. ما تقولش يا أستاذ، يا أستاذ خذ اتفضلي كم فاديو اتفضلي. يبقى بطلان صدور، تعالوا بقى بطلان الإذن بقى. احنا قلنا بطلان الصدور إذا تخلف أحد شرطي الإصدار، تحريات جدية أو وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور، دي اسمها بطلان الصدور. أما بطلان الإذن ذاته لازم أعرف أركان الإذن نفسه. وعشان كده إحنا لما بيجينا قضية إتجار في المخدرات أنا من ثلاث ورقات بعرف إن القضية دي هياخد براءة ولا هياخد سجن. هو ببص على محضر التحريات، وبص على إذن النيابة العامة، وبص على محضر الضبط. أخطر ورقة في الأوراق كلها هي إذن النيابة العامة. أنت لما تعرف أركان الإذن أول ما تجي لك القضية وتبص على إذن تعرف أنه الإذن صدر باطل أو صدر صحيح. خلاص إحنا بنبقى عارفين من الثلاث ورقات دول القضية ما قالها إلى فين. يبقى عشان تعرف أن الإذن اللي صدر ده باطل ولا صدر صحيح لازم تعرف أركان الإذن. أركان الإذن هي الآتي: واحد، يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة، وبين قوسين أصل عام، يعني من حيث الأصل العام يجب أن يكون الإذن نيابة. إذن بإيه؟ إذن بالضبط والتفتيش، إذن بالتسجيل السمعي، إذن بالتصوير المرئي، إذن بالمعاينة. كل الحاجات دي إذن النيابة العامة هو إجراء من إجراءات التحقيق يصدره المحقق. يبقى إذن النيابة العامة أول حاجة يجب أن يكون مدونا بالكتابة، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا. يبقى أول ركن يجب أن يصدر إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة أصل عام، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا في حالتين: الاستعجال أو الضرورة.
زملائي الأعزاء، هنا لما يجي السيد وكيل النيابة يصدر الإذن لازم يكتبه. طيب لو في حالة ضرورة ممكن يبلغه بالتليفون. طب إمتى؟ إحنا قلنا في حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. تعالوا نشوف. وعشان كده أنا بقول محاضراتي عملية، أنا لا أتحدث في فقه ولا أتحدث في نظريات، كتب مع قدامكم ارجعوا ليها، لكن أنا هنا بقول لك تعمل إيه قدام محكمة الجنايات لما تجي لك قضية. حضرتك تعالوا نشوف قضية اتعرضت علينا في أسيوط والوادي الجديد يتبع قسم أسيوط تاني. حضراتكم ضابط المباحث اتصل بوكيل النيابة وقال له أن فلان الفلاني يتجر في الآثار، وأنه بيحوز دلوقتي كمية من المشغولات الذهبية القديمة وبعض الآثار القديمة، ولذلك أنا بستسمع حضرتك عاوزين إذن بضبط وتفتيشه، بس لأنه هو على موعد بعد ساعتين أنه يسلم المشغولات الذهبية وتابوت قديم وبعض المشغولات الذهبية القديمة وبعض الآثار القديمة. الكلام ده كان في قرية اسمها قرية باريس في حضن الجبل في الوادي الجديد. عشان يروح الخارجة، مدينة الخارجة، وكيل النيابة 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، يبقى 6. لو طلع الإذن كتابة، يعني الضابط راح 3 ساعات ورجع، الراجل هو قال إنه المرشد قال له هيسلم الحاجات دي بعد 2 ساعات، يبقى على ما يروح في 3 ساعات ويرجع في 3 ساعات 6 ساعات يكون الراجل باع الحاجة ويكون خلص. يبقى هنا القانون الشراح قالوا إيه؟ لعدم إفلات الجاني بالجريمة مش لازم نلتزم بما ورد في نص القانون، لكن الشراح قالوا يجوز أن يصدر إذن النيابة شفهياً أو برقياً، بس بشرط أن يكون في الحالتين دول، حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. فهنا كان الضابط فقال له بس هيسلم الكلام ده يا فندم بعد 2 ساعات. وكيل النيابة احتار لأنه صغير سن، اتصل بالمحامي العام، ودي وقعة مشهورة في إحدى الجنايات كانت قدامنا واشتغلنا فيها. اتصل بالمحامي العام في أسيوط فقال له الوضع 1 2 3 يا فندم نعمل ايه؟ قال له تعمل ايه؟ بلغه اديله الاذن بالتليفون. فوكيل النيابة راح واخد التليفون وقال للضابط، قال له انت كتبت التحري محضر التحريات؟ قال له انا كنت كاتبه قدامي. قال له طب ملهولي. راح مبلغه لوكيل النيابة بالتليفون. يبقى اصبح في محضر التحريات مع الضابط، وتبلغ محضر التحريات لوكيل النيابة. وكيل النيابة قال له ايه؟ قال له طب خد يا حضرة الضابط اتملى الاذن. نأذن مين معايا؟ قال له انا المقدم فلان الفلاني. قال له اتفضل، نأذن للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من آثار ومشغولات ذهبية قديمة على ينفذ. قال له ده عاوز قد ايه يلزمك قد ايه؟ قال له ده اللي هو ورا الاسم على طول. قال له طيب، على ان ينفذ الاذن لمرة واحدة خلال 3 ايام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن. محضر التحريات كان الساعة 10 الصبح. الإذن ده على ما راح والمحامي العام خد خبر، والمحامي العام بخبرته وراجل كبير في السن والأمور دي يتعرفها وقرا في الفقه الجنائي القديم، وقال له اديله الشفوي خلاص. بقى الضابط بقى معاه محضر التحريات ومعاه إذن، وكيل النيابة معاه هناك محضر تحريات ومعاه إذن. السيد الضابط المحترم راح واخد الإذن وحطه وراح مقيل بقى، نام له 2 ساعة كده الظهر كده، وقام نفذ الإذن الساعة 6 مساء. نفذ الإذن الساعة 6 مساء وقبض على المشغولات الذهبية وعلى كل حاجة. إيه رأيكم في القبض ده؟ ليه؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هنا الله، ده أنا اديتك الإذن استثناء من الأصل العام في حالتين، حالة الضرورة وحالة الاستعجال، وإنت أوهمت
وكيل النيابة وقلت له هيسلم الحاجات بعد ساعتين، ولا انت كسلت؟ كسلت تروح في 3 ساعات وترجع في 3 ساعات؟ ده انت لو قمت وعشان تجيب الحاجة دي كنت جيت على وقتك عادي. 3 ساعات وثلاث ساعات هتروح وتقبض عليه في الامور دي. لكن اللي انت يعني انت هتقبض عليه الساعة 6، طب ما كنت تروح وتاخد الاذن الكتابات، مفيش ضرورة، لانه تبين ليك ان مفيش ضرورة يا سيد وكيل النيابة. وهنا هنا المحاكم بتقول ايه بقى؟ انا ما اخدش بكلامكم ولا باخد بكلام الضابط ولا بكلام، انا لازم تقول لي الضروره دي متوفره، لازم يكون ليها ظل من الاوراق. وعشان كده المحامي العام قال له ايه؟ خلي الضابط يكتب محضر التحريات، يكتبه اكنه يسلمه لك، ولما تبلغه باذن النيابه خليه يكتبه، وانت كمان يا سياده وكيل النيابه اكتب عندك محضر التحريات واكتب عندك اذن النيابه العامه. ليه؟ لان دول بيتجمعوا بعد كده عند وكيل النيابه ويمارس القضيه ويحقق مع الشهود ومع المتهمين، وبيروحوا لمحكمه الجنايات. محكمه الجنايات بتتيقن ان كان في حاله ضروره ولا ما فيش. وهنا اصبح لنا الحق في بطلان القبض والتفتيش، لبطلان ايه بقى؟ لبطلان اذن النيابه العامه لصدوره بغير الطريقه الذي رسمه القانون. ليه؟ لانتفاء حاله الضروره او حاله الاستعجال. يبقى وبعدين يرجعوا التاني يقولوا ايه؟ ما اصل المحامين هم بيروحوا متدخلين بيبوظوا القضايا. لا يا اخي، المحامين ما بيبوظوش القضايا، انتوا اللي بتشتغلوا بجهل، انتوا ما تعلمتوش، وانتوا ما بتقراوش، وانتوا ما بتبحثوش. انتوا لو بحثتوا كنتوا هتاخدوا الكلام ده وتعرفوا ان الامر انت خدت قلت له انه هيستلم المجهولات الذهبيه بعد ساعتين، لازم كنت خدت التليفون وخدت الاذن بعد ساعتين تروح رايح قابض على الراجل. هنا يبقى الامور بقت سليمه. لكن تاخد الاذن الساعه 12 الظهر وتقوم وتنام وبعدين تروح منفذه الساعه 6 بالليل، اقول لك اسف، انت نشأ الحق ليا في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابه العامه لصدوره بغير الطريقه الذي رسمه القانون لانتفاء حاله الضروره. ما كانش في حاله ضروره قدامك، كانت الامور عاديه، بس انت ايه؟ ادخلت الغش على السيد المحقق عشان تاخد منه اذن، واوهمته ان في الراجل هيسلم المشغولات خلال ساعتين. الراجل قال لك خد فتره، راح مديك الاذن، طلع ان انت بتضحك عليه، ان انت ادخلت الغش على مصدر القرار. ادي حضراتكم لما بنعرف ان اذن النيابه العامه يجب ان يكون مدونا بالكتابه اصل عام، وان ويجوز ان يصدر شفهيا او برقيا في امرين هما حاله الضروره او حاله الاستعجال. الركن الثاني، الركن الثاني في اذن النيابه العامه، يجب أن يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهة التابع ليها. لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق، خلوا بالكم من الحاجات اللي بقولها وبعيد عليها دي، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني. يبقى يجب أن يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهة التابع لها، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. تطبيقه إزاي؟ كانت عندنا قضية قتل في السيدة زينب واتقبض على المتهم، وكيل النيابة بيسأله أنت قتلت؟ قال له أيوة أنا قتلت. قال له قتلته بإيه؟ قال له قتلته بسكينة. قال له طب فين السكينة؟ قال له بصراحة يا فندم السكينة أنا مخبيها، خبيتها عند أختي في مصر الجديدة، في شقتها في مصر الجديدة.
قال له فين العنوان؟ قال له العنوان في المكان الفلاني في مصر الجديدة. تعالى أستاذ، لو حضراتكم لو وكيل النيابة التزم بالقانون إنه ما يصدرش أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، هو ماسك إيه؟ ماسك وكيل نيابة السيدة زينب. لو التزم إنه ما يجريش أي ما يصدرش أي إجراء من إجراءات التحقيق، ما هو الضبط، ضبط السلاح المستخدم في الحادث، الضبط والقبض إجراء من إجراءات التحقيق. القبض والضبط إجراء من إجراءات التحقيق، ما يصدرهمش السيد المحقق إلا إذا كان داخل نطاق اختصاصه المكان. طيب، طب لو مشى الالتزام بأنه ما يخرجش برا، طب وهيضبط سلاح الجريمة إزاي؟ وأصبحت قضية قتل بدون سلاح الجريمة، يعني واحد ماشي برجل واحدة. طيب وأنا هضطر إن أنا أدفع الشغلة دي كلها بالبطلان، فين سلاح الجريمة؟ هو أي حاجة وخلاص بتكتب. هنا المشرح قالوا إيه؟ ولكن يجوز أن يصدر أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمام، بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمام. يعني إيه؟ يعني سأل المتهم واعترف بالجريمة وقال له سلاح الجريمة فين؟ قال له أنا خبيته في شقة أختي في مصر الجديدة، يبقى هيظبط يصدر إذن بضبط وتفتيش شقة أختي المتهم لضبط السلاح المستخدم في الواقعة المقيدة بالمحضر رقم كذا جنايات السيدة زينب هنا، بس لازم يبقى فتح التحقيق. لو ما فتحش التحقيق وقعد يسأل شفوي المتهم وبعدين قال له أنا مش هكتب حاجة بس قول لي بقى، قعد يحكي له وبتاعه ما فتحش، قال له ده السلاح كذا، وراح مدي إذن لضابط مباحث وقال له روح هات لي السلاح، وهو ما فتحش التحقيق. وأول ما جه السلاح قال نفتح بقى التحقيق، الكلام ده غلط. هنا بندفع ببطلان القبض والتفتيش. لو أصدر الإذن بضبط سلاح الجريمة دون أن يفتح التحقيق، هنا بينشأ الحق للدفاع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص. اختصاصه بينعقد في حالة واحدة بس، إنه بيفتح التحقيق. ودي قضايا كتير كانت اتعرضت علينا، جنايات مخدرات والضابط عمل نفس الكلام ما فتحش تحقيق وكان في دمنهور وقال لهم اتمسك ثلاثة ومعاهم صندوق حشيش جايبهم من جايبينه من رشيد وطبط عليهم في دمنهور وقال لهم قالوا له يا باشا ده احنا شغالين عند جزار اسمه فلان هو اللي بعتنا السمك ده، هو ما كناش نعرف انه تحت السمك مخدرات، لكن كان فيه 55 كيلو حشيش اتمسكوا. قالوا له احنا ناس غلابة وهو وعدنا انه يدي كل واحد 100 جنيه، طبعا الكلام ده كان من 22 سنة وحضرتك. قال له طب فين الراجل ده؟ هو قالوا ده ساكن في عين شمس، المعلم ده ساكن في عين شمس في مصر في القاهرة، فما كانش فتح التحقيق وأصدر الإذن بضبط وتفتيش شخص المتحري عنه اللي هو صاحب المخدرات، قالوا الحاجات دي بتاعة الراجل ده واتقبض عليه وجه دمنهور وإحنا شفنا الكلام ده هو، وأنا كنت محامي هذا الرجل اللي جابوه من عين شمس. وجه وبدأ يفتح التحقيق، وأول ما فتح التحقيق فتحوا بمين؟ بالمتهم الأولاني ده هو، وقال لي ده اللي احنا دفعناه بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، لأنه أصدر الإذن بالضبط وتفتيش شخص المتهم الأول دون أن يفتح تحقيقا، وهو الشرط الوحيد لأنه يصدر إذن في غير المكان المختص به إنه ما فتحش تحقيق. وللأسف الشديد المتهم الأولاني اللي هو كان صاحب أو المتهم إنه صاحب المخدر ده خد براءة، والثلاث متهمين الآخرين كل واحد خد 10 سنوات، وده للأسف من إيه؟ من جهل
السيد المحقق لأنه كان صغير في السن ولا يعلم شرح القانون والفقه القانوني، إمتى يصدر الإذن خارج نطاق قصاص المكان؟ حضراتكم زملائي الأعزاء، الركن الثالث يجب أن يثبت المحقق ساعة وتاريخ الإذن. ونطاقه الزمني، نطاقه الزمني 24 ساعة على أن ينفذ إذن لمدة 24 ساعة، 48 ساعة، أسبوع، شهر، أكثر. ده إطلاقات المحقق على حسب موائمة القضية اللي قدامه. إذا كانت عصابة من العصابات الكبيرة بتاع جلب المخدرات، ساعات كان بيوصل الإذن من النيابة إلى 3 شهور، لكن ممكن في الحاجات الصغيرة بيبقى 3 أيام، أسبوع، 10 أيام، 15 يوم، بهذا الشكل. هنا حضراتكم يجب أن يثبت المحقق ساعة وتاريخ الإذن ونطاقه الزمني هنا عشان تعرف إن الإذن تنفذ قبل صدور الإذن، يعني تم ضبط المتهم قبل صدور الإذن أو بعد الإذن أو خلال النطاق الزمني. ديت أنت حضرتك بتعرف الكلام ده، لكن اللي يهمني هنا أقول كلمة واحدة، إنه بيكتب في الإذن على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة، يعني ما يتنفذش لمرتين ولا 3، على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن. حضراتكم هنا الكلام زي ما أنا قلت قبل كده، إن إذن النيابة العامة هو أخطر ورقة في أوراق الجناية كلها. إذا تمكنت منه تمكنت من الجناية كلها. وحضرتك هنا إحنا بنقول طيب لو الضابط خد الإذن وعشان ينفذه وراح ينفذ ما لقاش المتهم، وتاني يوم ما لقاهوش، وتالت يوم ما لقاهوش ولقى الإذن هينتهي، والإذن ينقضي بأحد أمرين، الإذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين، بانقضاء مدته أو بتمام تنفيذه. إذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين، إما بانقضاء مدته يعني بمضي 3 أيام أو بتمام تنفيذه، يقوم الضابط ينفذه، يقوم ينفذه قبض على المتهم أو ما قبضش، كان فيه مخدر ولا ما فيش، التنفيذ ملوش دعوة بالكلام ده، هو قام عشان ينفذ الإذن بس. يبقى إذن على ينفذ الإذن مرة واحدة خلال 3 أيام. طب لو قرب الإذن ينتهي ولسه ما قبضش، الضابط، وده اللي بقوله لكم ده مش هتلاقوه في كتب دلوقتي إلا للي محتفظ بنسخ قديمة من الفقه الجنائي المتعمق، هنا على الضابط إنه يطلب من وكيل النيابة اللي أصدر له الإذن يمد له الإذن، يقول له إن أنت أصدرت لي إذن من بضبط وتفتيش شخص ومسكن كذا لمدة 3 أيام، ونظرا لوجود عرقلة مادية منعتني من التنفيذ لوجود الراجل مع ابنه في المستشفى، فأنا بلتمس من سيادتكم مد الإذن لمدة مواصلة تبدأ من ساعة وتاريخ انتهاء الإذن السابق، يدوه 3 أيام تاني. طب افرض كل شوية عمال يعمل وشوية يمد وبتاع، قال لك لا. طيب لو هو حب إنه يسيب الإذن ده، قال لك تسيب الإذن عشان يسقط ولغاية ما يجي المتهم البيت اللي فيه المخدرات طلع إذن جديد. هنا بس القانون هيتطبق بقى، لإصدار إذن جديد لابد من إيه؟ من تحريات جدية جديدة. يبقى هنا ما يكتبش مذكرة بقى زي اللي فاتت بقى، لا، لازم يكتب تحريات جديدة. ما يجراش حاجة إنه يقول إيه وقد سبق لنا أن أصدرنا إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش كذا، ونظر لوجود عرقلة مادية منعتني من صدور الإذن، إلا إنه لا زالت مراكز الإذن السابق
قائمة وأن المخدر موجود وأن الرجل رجع إلى منزله. لذلك أنا بلتمس من سيادتكم إصدار الإذن لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. يبقى قبل ما ينقضي الإذن يقدم مذكرة يمد الإذن، لو انقضى الإذن يقدم طلب جديد بمحضر جديد اسمه محضر تحريات، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة إلا إذا توافر شرطين: تحريات سابقة عليه جدية، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. حضراتكم الإذن ينفذ مرة واحدة ليه؟ الإذن أخطر سيف مسلط على رقاب العباد، فالمشرع قال له الله، ما هو انا لازم اقول لك هو يتنفذ مره واحده ليه؟ انت مش بتقول ان في تحريات جديه وفي جريمه وقع بالفعل، طب انت عاوز اكتر من تنفذه اكتر من مره واحده ليه؟ انت هتاخد الاذن تروح رايح منفذه، لو رحت وما لقيتش حاجه يبقى انت كذاب، يبقى انت مش جدي، يبقى تحرياتك مش جديه. لكن انت بتقول واتصل بي احد مصادر وابلغني كذا وانني تاكدت من جديه التحريات كويس، وأن هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. طيب هتاخد الإذن وتروح رايح مقبض عليه، تاخد الإذن بيدك اليمين وتقبض على المتهم بيدك الشمال، يبقى أنت هتنفذه مرتين ليه؟ طيب في ساعات الضباط بينفذوه أكتر من مرة، إزاي تعرف إن الضابط ده نفذه للمرة الثانية؟ هنفترض إن التحريات كانت الساعة 10 يوم 1/1/2018 الساعة 10 الصبح، وراح خد إذن الساعة 12 الظهر يوم 1/1/2018، راح رايح الساعة 6 مساء في ذات اليوم عشان يقبض على الراجل، خبط عليه فتح له اللي هو المأذون بضبطه وتفتيشه، قال له أنا المقدم فلاني الفلاني وأنا معايا إذن بتفتيش، قال له اتفضل، فتش ما لقاش حاجة، قال له بس أنا هرجع لك تاني، وراح ماشي. الإذن هنا ينقضي بقى، احنا ما اتكلمناش في حكاية الإذن ينقضي، تنفيذ الإذن من ساعة صدوره، يعني الساعة 12 الظهر ينفذه 12 الظهر، ينفذه 12 ودقيقة 12 وثانية. طيب عشان ينقضي الإذن هو خده الساعة 12 الظهر يوم 1/1/2018 لمدة 3 أيام، يبقى عشان نقول ينقضي امتى لازم نحسب المدة، ولحساب المدة نرجع للقواعد العامة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات. عشان نحسب المدة نقول ايه؟ تحسب المدة بحسب القواعد العامة من اليوم التالي لصدور الإجراء، يبقى صدر الساعة 12 الظهر يوم 1/1/2018 يبقى ينتهي امتى؟ وبعض زملائي كان لما يقولوا لي مش الإذن يبقى صدر يوم 1/1 يبقى 1/1/2/1/3/1، أقول له لا، الله يفتح عليك، تقول أقول له لا، ارجع للقواعد العامة في حساب المدة، هتلاقيه كده على طول في المادة بتقول لك تحسب المدة بحسب القواعد العامة من اليوم التالي لصدور الإجراء، تقول يبقى تقول 2/1/3/1/4/1 الساعة 12 الظهر ينقضي الإذن. الضابط لما راح له راح له نفس اليوم يوم 1/1 الساعة 6 بالليل ومسك له دقن وراح سايب، هو هينتهي الإذن إمتى؟ الساعة 12 الظهر يوم 4/1، راح له الساعة 6 صباحا يوم 4/1، وراح كسر الباب وداخل لقى راكب عليهم وهم بيقطعوا في الحشيش وبيحطوه في حاجات، بيقطع بقى التربة تبقى مثلا قرش وربع قرش والحاجات اللي بيبيعوها للتجزئة ديت، وراح قال له مش قلت لك هجي لك تاني، ايه رأيكم في القبض ده؟ باطل ليه؟ الله يفتح عليك، لأنه القبض للمرة الثانية تنفيذ الإذن. طيب تثبت ازاي انه ده كان للإذن اتنفذ للمرة الثانية؟ المرة الأولانية ماشي تمام تمام، المرة الأولانية الساعة 6 بالليل لما راح الضابط بيبقى رايح بأمن مركزي وعربيات شرطة، وفي الحوالي دايما تجار المخدرات ما ينشطوش إلا في الأحياء الشعبية
والحواري والزقاق والكلام ده. فأي حاجة بخش تبص تلاقي الروس طلعت من الشبابيك شافت الموقف ده كله. وعشان كده احنا بنقول لزملائنا أول ما يحصل كده على طول ويتصل بيك المتهم يقول لك الضباط جم وفتشوا وعملوا بس ما لقوش حاجة الحمد لله. قل له روح اعمل محضر، ادي واحد. اتنين، تعمل تلغراف لأولي الأمر للنائب العام وزير الداخلية بذات مضمون المحضر. تاخد اتنين شهود معاك من اللي شاهدوا الواقعة انه ده الضابط ده جه يوم الساعة 6 يوم 1/1/2018 أثناء الضبط. يبقى الضبط اللي تم يوم 4/1 الساعة 6 الصبح ده تنفيذ الإذن للهون للمرة الثانية. الحاجة الرابعة بقى، الإجراء الرابع، إنك بتطلب دفتر أحوال الاسم. بس حذار إنك تطلب الدفتر بدون ما تعرف اللي في الدفتر إيه. لازم تعرف هل الضابط لما قام الساعة 6 بالليل يوم 1/1 أثبت المأمورية ولا ما أثبتش؟ أثبت المأمورية يعني إيه؟ بيبلغ المأمور بيقول له يا فندم إحنا هنروح ننفذ الإذن، ويقول تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه فلان الفلان الكائن في الحتة الفلانية في الحارة الفلانية بالبيت الفلاني، هنقوم ومع القوة المرافقة يكتب الإذن. الضباط ما بقوش يعملوا كده من إحنا بقينا نمسك الكلام ده، فبقوا يعملوا إيه؟ يروح قبض على الولد، قبض ما قبضش يروح راجع، لو قبض عليه يجي ويقول بقى يكتب في محضر الأحوال المأمورية، يكتب أمنا نحن فلان الفلاني بتنفيذ إذن بضبط وتفتيش شخص كذا كذا، ويستنى بتاع 4 محاضر تانيين بعديها ويروح كاتب إن إحنا عدنا من تنفيذ المأمورية. يعني إذا ما كانش بيثبت، ما بيقوش يثبته في المحضر، وإلا إذا كان واحد قليل الخبرة يثبت القيام هنا، لكن ما أثبتش. طب تطلب محضر ليه؟ ولو طلبت محضر الأحوال مش هتلاقيه إنه ثبت. طب يبقى أنت ثبتت إيه؟ القاضي قال لك طب وبعدين يا أستاذ؟ ما هتلاقي نفسك أنت ما عرفتش تعمل حاجة. لكن لو لقيته إنه أثبت يوم 1/1 الساعة 6 بالليل أنت أصبت الهدف وقلت له هو يا فندم قام بالمأمورية الساعة 6 مساء يوم 1/1/2018، إذا الإذن اللي إذا الضبط اللي تم يوم 4/1/2018 الساعة 6 صباحا هو الإذن للمرة الثانية، وده مخالف للقانون، وبالتالي أنا بدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لتنفيذه للمرة الثانية الساعة 6 صباح يوم 4/1/2018. أنا بشكركم، وأنا ما كنش إن أنا أزعجتكم وتعبتكم، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.